أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية ومنها الدولية كذلك، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من موقع مجلة الجاردينيا ومقال الكاتب سلام مرقص بعنوان صناعة الجهل. يقول الكاتب إن صناعة الجهل أخطر تجارة رائجة في أيامنا هذه، وأشهر المؤسسات صناعة الجهل هم الحكومات وسياستها من خلال التكتيم والتعتيم وكذلك طمس وإخفاء الحقائق، والمنظمات وأبعادها التجارية من خلال ترويج الأكاذيب واستغلال العلوم بأسلوب جهنمي مدروس إجرامي. ويضيف الكاتب قائلا إن هناك دورا للإعلام كذلك في صناعة الجهل في العراق، عندما يستلم الجاهل أو الغير مؤهل أصلا أو الغير أكاديمي ربما زمام الإعلام مدعوما من حزب أو تاجر غشاش أو شركة مشبوهة، وهذا يسمى الإعلام المستهدف وكذلك المستهدف لتخريب المجتمع. روج صناع الجهل إلى مسألة حرية الإعلام والصحافة، وأعطيت للأحزاب المتنفذة مساحة غير محدودة للعمل، ولكن ضمن إطار تم تحديده بعدم التقاطع في النقاط التي تمس مصالحهم المشتركة. فأصبح العراق الأول في المنطقة من حيث الشبكات الإعلامية والفضائيات، وفي ليلة وضحاها أصبح للعراقي ألوف الإعلاميين والصحفيين، الغالبية العظمى منهم غير مهنيين مسيرين أدوات لصناعة الجهل. ففي خلال أشهر بعد سقوط العراق بيد الأحزاب الدينية عام 2003 انصب اهتمام صناع الجهل إلى إعادة صناع سلاح الطائفية وتقسيم العراق إلى طوائف، وأن هذه الطوائف التي تحكم سوف تحكم بأسلوب المحاصصة، تجربة نقلت من لبنان إلى العراق. وبعد عقدين منذ عام 2003 وإلى 2023 من سيطرة صناع الجهل على العراق، أصبحوا أباطرة سلاح ومال يحكمون البلاد بالنار والحديد، فتراهم تارة شركات استثمار أو مستشارين أو خبراء أو أصحاب بنوك. تناول صحيفة الاندبندنت البريطانية موضوع شح المياه الذي تعاني منه مناطق زراعية والأهوار كذلك جنوبي العراق، معرضة محاصيل كثيرة للتلف وكذلك الثروة الحيوانية لخطر الهلاك، مشيرة إلى أن المزارعين هم في حيرة الآن من أمرهم مما يخبئ لهم كذلك المستقبل في أراضي ومناطق كانت في يوم ما خصبة وكانت على مدى قرون كذلك. العراق وبأراضيه الخصبة يشكل جزءاً من منطقة الهلال الخصيب الممتدة من حوض البحر المتوسط شمالاً إلى الخليج جنوباً، التي كانت مشهورة بالزراعة منذ آلاف السنين، ولكن هذه الأراضي تضررت جراء بناء سدود على منابع نهري العراق الرئيسيين دجلة والفرات، وكذلك جراء تدني معدلات هطول الأمطار وعدة عقود من المعارك والحروب. الوضع أكثر سوءاً في أهوار جنوبي العراق التي تمر الآن بمرحلة صعبة بعد مرورها بموجة حر شديدة لم تشهدها المنطقة منذ 40 عاماً. واستناداً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، فإن ما يقرب من 70% من مساحة الأهوار خالية من المياه. واستناداً إلى منظمة الفاو، فإن حوالي نصف الأراضي التي تمت زراعتها في العام 2020 يتم استغلالها الآن. وفي محافظة النجف فإن الوضع أكثر صعوبة، حيث أن 5% فقط من مساحة المزروعة في موسم العام 2020 يتم استخدامها الآن، وذلك بعد توقف زراعة محصول الرز لأسباب تعود لشح المياه. وتقول منظمة الهجرة الدولية إنه اعتباراً من العام الماضي تم نزوح ما يقرب من 62 ألف شخص عبر العراق جراء الجفاف. في موضوع خطر الجفاف في العراق كتبت ولاء سعيد السامرائي مقالاً في صحيفة العرب الجديد، جاء في عنوان حقوق العراق المسلوبة في المياه منذ غزو العراق في 2003 إلى يومنا هذا. بقيت مشاكل الماء والكهرباء، تقول السامرائي، أهم مشكلتين ترتحلان من حكومة إلى أخرى دون حلول، وحلول تستجيب إلى حاجات الناس ومتطلباتهم الملحة في الخدمات الأساسية وملف الماء
مهمل ومتجاهل عمدا تماما مع سبق الإصرار والترصد حتى يومنا هذا من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة ومن قبل مآسيه هي الأفضع على العراقيين وعلى أرضهم وزراعتهم وأموالهم وصناعاتهم، أو بالأحرى على وجودهم هم. حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ الغزو إلى اليوم لا تطالب بحقوق العراق المائية، بل تتنازل عنها وهي صاغرة، فلم نسمع أي رد فعل حكومي سواء من الرئاسة أو من رئيس الوزراء أو وزير الموارد المائية على قطع إيران للأنهار الأحدى عشرة التي تصب في العراق من منابعها، ولم نرى أي رد فعل على عدم حصول العراق على حصته المائية من تركيا، فلا حكومة تحركت ولا وزيرا أرسل مذكرة، ولم نسمع احتجاجا حتى ولو كان بسيطا يخرج من أي مسؤول حكومي عراقي يدين فيه احتجاز حصة البلد المائية الذي يؤذي العراق والعراقيين ويسبب كوارث حقيقية للبلد، لكن لا حياة لمن تنادي. عدم وجود أي عمل ملموس يخص المياه ومشاكل أشحته الكارثية ومعالجات حقوق وحصص العراق في النهرين وإبعاد كل المهنيين عمدا من هذا الملف يدل على عدم وجود أي سياسة أو تخطيط لمفاوضات أو لتفاهمات من الجانب الحكومي حول الموضوع، وبالتالي ترك دول الجوار يفعلون ما يريدون، لأن صاحب الحق لا يطالب بحقه وحصته من المياه وفقا للقانون الدولي حول تقاسم الأنهار التي تشترك فيها الدول. ومن موقع عربي 21 نقرأ مقالا للكاتب أحمد موفق زيدان بعنوان خرائط جديدة تسعى لفرض نفسها في سوريا على الأرض، حيث لسنوات بدت خرائط الواقع السوري هي نفسها، إذ لم تتمكن تلك الخرائط طوال تلك الفترة من حسم الواقع ولا وقف المعاناة المفروضة على الشعب السوري قتلا تهجيرا وحتى اعتقالا. خرائط كانت أن تسفر عن واقع آس متجمد متكلس، ولكن تغير الرمال السورية أخيرا سيفرز بالتأكيد حالة جديدة تفرض على الواقع الداخلي وكذلك الدولي التعامل معها، وقد بدا ذلك واضحا جليا إن كان بوقف التطبيع مع عصابات الأسد أو ما حصل أخيرا في حراك السويداء بحيث قلب الموازين الداخلية والخارجية، أو بتحرك العشائر والقبائل العربية في الجزيرة السورية مما هدد سلطة كيان قسد، فأسفر ذلك كله برمته عن ظهور خرائط جديدة. حراك السويداء الذي دخل أسبوعه الثالث أكد أنه حراك حقيقي وجدي لا تراجع عنه، على الرغم من ظهور بعض الأصوات المؤيدة للنظام والمعارضة للحراك، ولكن يبقى أن أصل الحراك وغالبية الدروز داعمون للحراك ومطالبون بإسقاط النظام ومحاسبته، الأمر الذي منح الثورة السورية دعما قويا لا سيما لجيرانهم في حوران ودرعا، وحالة العشائر العربية في الجزيرة السورية التي تعاني على مدى عقد كامل من الظلم والتهميش الممارس من قبل عصابات قسد، بالإضافة للتهميش الدولي وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية التي فضلت التعامل مع عصابات قسد على التعامل مع العشائر العربية، دفعت الأخيرة إلى التمرد والانتفاضة، وعبرت من خلال ثورة المسلحة عن غضبها لما تعرضت له وتتعرض له من عنصرية عصابات قسد، وهو ما يهدد في حال استمراره وديمومته حكم قسد ودعم الولايات المتحدة الأمريكية للحليف القسدي، خصوصا في حال واصلت العشائر العربية تقدمها فسيطرت على حقول النفط، وهو ما يعني تجريد قسد وداعمها الأمريكيين من عصب النفطي المهم في إدارة وتسيير شؤونها العسكرية وحتى الإدارية. نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا لأستاذ الصحافة في جامعة كولومبيا هاورد فرنش بعنوان فرنسا دعمت الاستبداد بمستعمراتها السابقة ولم تعر الديمقراطية اهتماما وأهمية، ويقول الكاتب في بعض أجزاء إفريقيا يبدو أحيانا إغراء رفع الأيدي والتسليم عجزا أمر مفهوم جدا، لكن في بلدان مثل الغابون والكونغو والكاميرون والتي تشكل مآسي أكبر في بعض النواحي كان الغرب بقيادة فرنسا نفسها متواطئا إلى حد كبير في الافتقار إلى التقدم الاجتماعي والديمقراطي.
ولم يتم ذكر المشاكل العميقة المحيطة بشرعية بونغو، مثل تلك التي يواجهها العديد من عملاء فرنسا القدامى والذين هم في الغالب حكاما وراثيون في المنطقة. في هذه الحالة أجرى الزعيم المخلوع الأحدث في سلسلة من الانتخابات الرئاسية في ظل ظروف كانت متحيزة بشدة لصالحه، ثم قطع خدمة الإنترنت في البلاد لمنع انتشار التدقيق والانتقادات المتزايدة داخل حدود الغابون حتى ينتهي الجدل. وكما أثرت رد فعلها أيضا على الانقلاب العسكري الأخير في دولة النيجر الواقعة في غرب أفريقيا، فقد تمسكت فرنسا بموقف رافض للانقلابات كوسيلة لتغيير الحكومات في أفريقيا. ولكن ما لم تفعله فرنسا قط هو استخدام قدر كبير من نفوذها لضمان انتخابات شفافة ولضمان الشرعية الديمقراطية واللعب السياسي النظيف واحترام سيادة القانون في الدول العميلة المفضلة لها، من غير المرجح أن تحل الانقلابات في منطقة الساحل مشاكل تلك المنطقة. ولكن رد الغربية برفض الانقلابات ليس مفيداً في التعامل مع مشاكل إفريقيا الوسطى، وخاصة بعد سنوات عديدة من الصمت بشأن السلوك المناهض للديمقراطية والإثراء غير المشروع. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتير. نواكب الأحداث ونلاحق التطورات والمستجدات لنحللها ونقرأها من كل الزوايا والأبعاد لإيضاح الصورة كاملة للمشاهد أينما كان، مع الكتاب والمحللين والباحثين في برنامج طاولة حوار. إلى تقرير مصور حول تلاميذ يستعدون للعام الدراسي الجديد. ربما يتمنى الكثير من التلاميذ أن تطول الإجازة الصيفية ليستمروا في الاستمتاع بوقتهم بعيداً كل البعد عن الاستيقاظ المبكر والدراسة والتعرف إلى معلمين جدد قد لا يعجبهم أسلوبهم في التعليم أو التعامل. أمنية لن تتحقق، إذ تستعد معظم البلدان لبدء العام الدراسي الجديد وقد عاد تلاميذ إلى مدارسهم في عدد من الدول خلال أغسطس آب الماضي على أن تكون الذروة في سبتمبر أيلول الجاري. وعلى الرغم من الضغوط التي يعيشها الأهل وأبناؤهم لتأمين كل احتياجات أطفالهم قبل بدء العام الدراسي، البعض يحرص كل الحرص على تجديد الحقائب والقرطاسية واختيار حقيبة العام الجديد مع مراعاة الموضة في ذلك. يستغرق وقتا بالنسبة للبعض هذا الأمر، وأهمية الحقيبة تواجه أهمية ارتداء ملابس جديدة في العيد، وقلهم من الأطفال الذين لا يأبهون للتجديد، وخصوصا أن أيام المدرسة الأول هي للتباهي بين الأطفال بما جلبوه، وللقرطاسية أيضا أهميتها بالنسبة للأطفال الذين يحرصون على اختيار الأقلام والدفاتر الملونة والجديدة والمميزة. رغم أن هذه الفترة تنهك الأهل اقتصاديا، إلا أنهم يحرصون على تأمين حاجيات أطفالهم ورغباتهم بما يتيسر وبما يفرحهم كذلك في نفس الوقت.
الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. أصبح مشهد حرائق الغابات شيئاً مألوفاً بالنسبة إلينا، ولا سيما في أوروبا التي تشتعل فيها النيران بشكل مخيف. لكن هذه الكوارث الطبيعية تنتشر بصورة متزايدة خلال الأعوام الأخيرة حول العالم. فما أبرز الأسباب المؤدية لذلك؟ وهل لظاهرة التغير المناخي علاقة بها؟ وكيف سيكون الوضع خلال الأعوام المقبلة مع تزايد ارتفاع درجة حرارة الأرض؟ باختصار إليكم القصة. تأتي الحرائق على الغابات بشكل عام في حال توافر ثلاثة عناصر طبيعية تعرف باسم مثلث النار، وهي الحرارة والوقود والأكسجين. ولكن هل تشتعل هذه الحرائق لوحدها؟ الجواب هو نعم ولا. عندما ترتفع درجة الحرارة تؤدي إلى جفاف مفاجئ في التربة مما يفقدها المحتوى المائي، فينعكس ذلك بصورة مباشرة على جفاف النباتات فتصبح وقوداً جاهزاً للاشتعال. يحدث الاشتعال من طريق عوامل عدة، منها شرارة البرق أو احتكاك الأشجار ببعضها أو الثورات البركانية أو الشمس الحارقة التي تؤدي إلى ارتفاع الحرارة في الخشب مما يؤدي إلى اشتعاله. لكن حرائق الغابات ليست ظاهرة طبيعية فقط، وإنما للإنسان دور كبير فيها، وتعتبر الأنشطة البشرية المسبب الأول لها. فبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، يشتعل أكثر من 9 من كل 10 حرائق بسبب النشاط البشري، ويحدث ذلك عن طريق إضرام الحرائق المتعمدة وحفلات الشواء ورمي السجائر المشتعلة دون التأكد من إطفائها أو إشعال النار. كما أن الأعطال التي قد تحدث في خطوط الكهرباء القريبة من الغابة قد تؤدي إلى نشوب حرائق. كما تلعب التغيرات الديموغرافية دوراً في ذلك جراء تصحر المناطق الريفية لمصلحة المراكز الحضرية. وتواجه دول العالم تحدياً يتمثل في تقلص عدد السكان في المناطق الريفية بسبب الانتقال إلى المدن، مما يجعل الأراضي التي كانت تستخدم للزراعة عرضة للحرائق. ولكن كيف يرتبط تغير المناخ بكل ما يجري؟ يجعل التغير المناخي الموجات الحارة أكثر سخونة وتكراراً، وهذا هو الحال بالنسبة إلى معظم مناطق الأرض. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى تغيرات في أنماط الطقس وزيادة تواتر حالات الجفاف. وأدت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري جراء الأنشطة البشرية إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بنحو 1.2 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية. ويعتبر عام 2023 الأكثر سخونة، إذ حصل شهر يونيو حزيران الماضي على لقب يونيو الأكثر سخونة على الإطلاق. وسجلت دول العالم يومي 3 و4 من يوليو تموز أعلى درجات حرارة في تاريخها، والقادم أعظم. فالخبر السيء هو أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية خلال الأعوام الخمسة المقبلة نتيجة زيادة غازات الاحتباس الحراري وظاهرة إلنينو المناخية. ويرجح العلماء تصاعد درجات الحرارة في العالم لتتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، وهي الحد المقرر لارتفاع حرارة الأرض، مما يعني أن الأعوام المقبلة أو إحداها ستكون الأكثر دفئاً في تاريخ الكرة الأرضية، وبالمحصلة الأكثر إضراراً بها وبالبشرية. فحرائق الغابات ستستمر خلال الأعوام المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة، ولن يتوقف احترار الأرض إلا إذا وضع البشر حداً لمشكلة الاحتباس الحراري المتفاقمة. إلى اللقاء.